إذن اليمن يبدو أن هناك تصعيد، وهذا ما ربما كانت تتوقعه أو لا تتوقعه الولايات المتحدة وشركائها عندما نفذت هذه الضربات، ولذلك قامت بأخذ جميع الاستعدادات وحالة التأهب كما ذكرنا، وأبلغت إسرائيل بأنها تريد بشن هذه الضربات قبل أن تقوم بها، ودعت إسرائيل إلى أن تتأهب الجيش الإسرائيلي لأي تحركات هنا أو هناك. يعني برأيك خلط الأوراق هذا يعني بشكل كبير، نتحدث عن الحرب على غزة، نتحدث عن هناك إدانة إيرانية، إيران لديها أذرع في المنطقة كما تعلم، هذه إحدى أذرع إيران في المنطقة، إلى أين نحن ذاهبون في المنطقة في الساعات القليلة القادمة، خاصة مع الخيارات المتاحة الكبيرة لدى الحوثيين كما تعلم؟ في تصوري أن الرد الحوثي أو رد جبهة المقاومة لن يقتصر على المواجهة العسكرية أو استهداف السفن التي تدعم الكيان الصهيوني أو المصالح الأمريكية والبريطانية. في تصوري أن ما حدث سوف يخلق موجة جديدة من استهداف المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة، من الممكن أن يكون هناك استهداف ل قنصليات، سفارات، شركات في ليس فقط في منطقة باب المندب ولكن أيضا في بعض العديد من الدول العربية التي ترتبط بمصالح مع الجانب الأمريكي، وأيضا في أفريقيا. يعني هناك أزرع ممتدة في أفريقيا لجبهة المقاومة، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت أدركت أن رد الفعل سوف يكون رد عسكري في مواجهة عسكرية في باب المندب، فأعتقد أن هذه الحسابات سوف تكون مخطئة، خاصة العالم يموج بموجة من الغضب تجاه الموقف الأمريكي. الآن هناك العديد من الشعوب الحرة تخرج في مظاهرات تأييد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ووقف المجازر والإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة، ومن ثم سوف يعني تفتح النار على مصالحها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جبهة المقاومة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا نجد أن ليس هناك دعم دولي، بل فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في ترويج إلى أن هناك دعم دولي لهذه الضربات أو استهداف الحوثي أو يعني محاولة تأديب جماعة الحوثي عما اقترفته من استهداف لبعض السفن في باب المندب. الكل يعلم أن وحسب البيان الذي صدر عن القوات المسلحة اليمنية أو الحوثية، نجد أن هناك إصرار على استهداف كل الشحن أو كل السفن الداعمة للكيان الصهيوني، ومن ثم هناك تنبؤات باستمرار مزيد من الهجمات الحوثية ليس فقط صادرة عن اليمن والحدود اليمنية، ولكن من خلال الأزرع الممتدة في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول لفت الأنظار إلى بؤرة جديدة من الصراع، إلا أن جبهة المقاومة سواء كان في حماس مع إسرائيل أو في شمال إسرائيل مع حزب الله سوف تتسع رقعة الصراع خلال الأيام المقبلة نتيجة عدم الفهم للإدارة الأمريكية والتعنت والكبر والغطرسة الأمريكية في التعاطي مع الأزمات الشرق الأوسط. شهدنا أيضا بعض مواقف الدول العربية التي تدعو لضبط النفس، إلا أنها حتى يعني من الممكن أن يتم استهدافها أيضا من قبل جماعة الحوثي في محاولة لتحقيق خسائر مادية كبيرة للجانب الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة خلال الساعات المقبلة، تنذر بعواقب قد تكون عواقب كبيرة ووخيمة على المنطقة اقتصاديا ليس فقط عسكريا ولكن أيضا اقتصاديا، استهداف مزيد من البوارج العسكرية أو عمليات القرصنة في منطقة باب المندب، بالإضافة أيضا إلى استهداف المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة.